دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع منا. شكرا ليك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، وأيضا رفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، منوها إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين الدوليين على المحك. ووجه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، مؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. كما أدان وزير الخارجية التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية، مضيفا إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري دائم غير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل. أكد الجيش الأردني أن صاروخا من طراز جراد أطلق من جنوب لبنان سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان. وأضاف الجيش الأردني في بيان أن الصاروخ لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا قلقة من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت والتي أدت إلى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وهاجم لافروف الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل مع تصاعد الصراع مع حزب الله واستمرار الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الكندية أن كندا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله لبناني، مضيفة أنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي مساعدات إنسانية للمدنيين في لبنان. وفي بيان جددت فيه الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأضافت فيه الوزارة أن كندا تحث الجميع على جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حماية المدنيين بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين إلى المستشفى. نهاية موجز 9، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.